الميد تيرم على محتوى محاضرات الأسبوع اللي فات. الأسبوع ده ميعاده يوم الأحد القادم 27 تقريبا، أنا بلغت بيه زميلكم يعني 27 ديسمبر 26 ديسمبر يوم الأحد 26 ديسمبر خلاص. هيبقى امتحان عبارة عن MCQ وMQ زي ما بتدربته قبل كده يعني. احنا هنبدأ ناخد النهاردة البيوكيمستر اوف انزيمز. طيب فين الامتحان يا دكتور؟ الامتحان ده مش عارف السؤال، انا بس بديكم المعلومة وقط، محدش يسأل. الانزيمز ديت عباره عن ايه اصلا؟ دي عباره عن بروتينات بتشتغل كمحفزات للتفاعل الكيميائي او التفاعلات الكيميائيه اللي هو كاتاليست للكيميكال رياكشن. طب الماده اللي بيشتغل عليها الانزيم دي اسمها ايه؟ اسمها سبستريت. زي ما شايفين في الرسمه اللي عندكم ان الانزيم بيمسك السبستريت ويعمل لي انزيم سبستريت كومبلكس، وبعد كده يروح يكسر السبستريت للبرودكت ويديني انزيم زائد برودكت. الانزيم قسموها مره او يعني لنوعين، يا اما انزيم عباره عن بروتين وبس وسموه سمبل بروتين انزيم، يا اما بروتين وعليه حاجه ثانيه نوت بروتين وسموه كونجوجيتد بروتين انزيمز، ودي بيسموها اسمين ثانيين مترادفين هولوزايم وهولو انزيمز. والهولوزايم ده عباره عن ايه؟ عباره عن الانزيم بروبر نفسه اللي هو البروتين بارت اللي بسميه الابو انزيم، ونون بروتين بارت اللي هو بيبقى موجود واحد من ثلاث حاجات، لإما في حاجتين لو موجود واحد فيهم بيبقى ماسك كده ماسكه ملخلخه شويه او لوزلي اتاتشد بسميه كو انزيم او كو فاكتور، وفي واحد بيمسك ماسكه شديده فيرملي اتاتشد بسميه بروستيتو جروب. طيب الهولوزايم عباره عن ايه؟ عباره عن انزيم ومعاه واحد دول يا اما الكو انزيم او الكو فاكتور او البروستيتو جروب. طيب يا ترى ايه الفروق ما بينهم؟ اولا الابو انزيم ده هو الوحيد البروتين، لكن الباقيين الثلاثه دول نان بروتين. اكزامبل الابو انزيم اللي هو انزيم بروبر زي كل الانزيمات، اما الكو انزيم فده زي الناد والفاد. اما البروستيتو جروب تعرفوا قصه الايرن هيم اللي هي موجوده كجروب موجوده في بعض الانزيمات اللي هي زي موجود مثلا في الهيموجلوبين في الكاتاليز في التريبتوفان اوكسجينيز، بيبقى فيه ايرن هيم وموجود فيه ايرن، فدي بسميها بروستيتيك جروب تبقى ماسكه في الانزيم جامد شويه. الكوفاكتور زي المينرالز تشمل المغنيسيوم والكالسيوم والكبر والمنجنيز. من حيث الاتاتشمنت للابو انزيم طبعا قلنا ان البروستيتيك جروب دي بتمسك فيرم اتاتشمنت، الكون زي ما الكون فاكتور بيمسك ملخلخ شويه لوزلي اتاتشد. الهيت ستابيلتي طبعا عشان الابو انزيم ده بروتين النيتشر فبيتكسر بسهوله بالهيت بالتعرض للحراره، عشان كده هو هيت لابايل، بينما الثلاثه التانيين هيت ستيبل. النيوكلير ويت الابو انزيم ده لارج نيوكلير ويت، لكن الثلاثه الباقيين دول سمول نيوكلير ويت. مين فيهم بيحدد طبيعه او يعني انه يمسك في الماده نفسها او السبستريت عشان يتفاعل معاها؟ مفيش غير الانزيم بروبر بس اللي هو الابو انزيم، لكن ثلاثة تانيين ما لهمش دور في ان الانزيم يمسك في السبستريت بتاعه. لكن مين فيهم بيحدد طبيعه التفاعل الكيميائي او ديترماين الكيميكال نيتشر اوف ذا رياكشن؟ كلهم، لان مثلا لو على سبيل المثال هعمل ريدكشن فالابو انزيم محتاج ياخد هيدروجين من الكو انزيم مثلا وليكن الناد او الناد بي او الفاد، ياخد منه هيدروجين عشان يحطه على السبستريت ويعمل له ريدكشن. اذا كلهم بيتشاركوا في تحديد طبيعه التفاعل الكيميائي، لكن الابو انزيم بس هو المسؤول عن تحديد خصوصيه الانزيم للسبستريت بتاعه او السبستريت سبيسيفيستي. لو حبينا نقسم الانزيمات على حسب الاكشن بتاعهم، لاما هم ليهم علاقه بتفاعلات الاكسده والاختزال بسميهم اكسيد ترانسفيريزس، لاما بيحطوا ميه او يشيلوا ميه من السبستريت فسميهم هيدروليزس، لاما بيكسروا السبستريت لتو برودكت فسميهم لايزس، لاما بيحولوا السبستريت للايزومر بتاعه فسميه ايزومريزس، لاما بيربطوا شيء بشيء او يعني سبستريت بالاخر فسميهم لايجيزس. طب لو جربنا من سطح الانزيم من فوق كده هنلقى فيه ثلاث حفر كده بسميهم الفانكشنال سايت اوف ذا انزيم سيستم.
الفانكشنال سايت دول فيها ناخد اتنين مع بعض، واحد اسمه كاتاليتيك سايت او الاكتيف سايت، وده ما كان على سطح الانزيم بيكاتالايز او بيحفز التفاعل الكيميائي، وفي سبستريت بايندينج سايت وده ما كان على سطح الانزيم اللي فيه بيتحد فيه الانزيم بالسبستريت بتاعه. قال لك المكانين دول ممكن يكونوا مفصولين عن بعض بمسافه كبيره او صغيره، او ممكن يبقوا ميرجد في وان سايت، وبياخدوا شكل من شكلين، لا اما ريجيد موديل لا اما الفليكسبل موديل. الريجيد موديل زي ما انتم شايفين في الرسمه من فوق ده بتلقى بسموه لوك اند كي موديل، زي المفتاح والقفل، لما تحط انت المفتاح في القفل ما بيحصلش تغيير في القفل، يعني لا اما المفتاح يدخل لا اما ما يدخلش، فبيسموه ريجيد ثابت. ليه؟ لان لو دخل المفتاح معناه ان زي هنا يعني الانزيم متطبع على السبستريت اوتوماتيك بتاعه، فيحصل ايه انزيم سبستريت كومبلكس، فبيسموه ريجيد او لوك اند كي موديل. الثاني بيسموه فليكسبل مرن، تلقى لما يجي اللي هي الرسمه من تحت، لما يجي السبستريت يدخل في المكان بتاعه على الانزيم يلقاه مش مهيئ ليه، مش 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 كوابتد عليه، مش فيتد ليه، فيضطر السبستريت بايندينج سايت والكاتاليتيك سايت يحصل لهم كونفورميشنال تشينجز علشان يبدا يحصل بروبر فيتنج للانزيم مع السبستريت ويعملوا له انزيم سبستريت كومبلكس، وبيسموا الموديل ده بالفليكسبل موديل او انديوسد فيت موديل، يعني ده بينديوس بروبر فيتنج اوف ذا انزيم مع السبستريت عشان يعمل لي انزيم سبستريت كومبلكس. اما السايت الثالث ده بقى مختلف عنهم، هو بيكون بعيد عنهم، بيسموه الوستيريك سايت، حتى الوس باللاتيني معناها اذر سايت يعني، وده بصراحه بيبقى مش موجود في كل الانزيمات. الانزيمات اللي فيها المكان ده بسميها الوستيريك انزيمز. وايه هو المكان ده مخصص لايه بالظبط؟ ان بيمسك فيه حاجه اسمها الوستيريك افكتور. طب ايه هو الالوستيريك افكتور دي؟ ماده الوزن الجزيئي بتاعها صغير، في الغالب بتبقى يعني احد نواتج التفاعل او اند برودكت اوف ذا انزيم كاتالايزد رياكشن، وتروح بعد كده بيمسك في المكان بتاع الالوستيريك فيكتور ده، يمسك في الالوستيريك سايت وينتج عنه حاجه من حاجتين بقى، لاما يعمل لي تشينج في السبستريت بايندينج سايت والكاتاليتيك اكتيفيتي بتاع الانزيم بحيث ان هو يزود الافنت بتاع الانزيم للسبستريت ويخليه يمسك في السبستريت ويكسره فيزود سرعه التفاعل، فبالتالي بيقلل الكي ام. ايه الكي ام دي؟ ده ثابت بيتناسب تناسب عكسي مع الافنت بتاع الانزيم للسبستريت. الحاله اللي بشرحها دي ان الالوستيريك افكتور زود الافنت بتاعه الانزيم السبستريت، فبالتالي اوتوماتيك هيقلل الكي ام لغايه ما نوصل ليها قدام شويه، فبسمي الالوستيريك افكتور في الحاله دي بالالوستيريك اكتيفيتور او فيدباك اكتيفيتور او بوزيتيف الستيريك افكتور. اما الحاله الاخرى ان بعد ما يمسك الالوستيريك افكتور في الالوستيريك سايد بتاعه، لا يحصل العكس، يقلل انزيم افنت للسبستريت فيقلل انزيم كاتالايزد رياكشن فبالتالي بيزود الكي ام. فقال لك في الحاله دي بسميها الستيريك انهيبيتور او فيد باك انهيبيتور او نيجاتيف الستيريك افكتور. وبيشتغل ازاي الالستيريك انهيبيتور ده؟ بيشتغل بالطريقه، او قبل ما اقول بس بيشتغل ازاي، ده الصوره دي بتوصف لك ازاي الالستيريك افكتور بيشتغل كالستيريك اكتيفيتور عن طريق في الرسمه اللي هو على الشمال، شايفين الكاتاليتيك سايت وسبستريت بايندينج سايت كوابتد تماما على السبستريت فبيمسك في السبستريت ويكسره، ده الالستيريك اكتيفيتور. الرسمه اللي على اليمين فيها لا، الالستيريك انهيبيتور غير لي السبستريت بايندينج سايت والكاتاليتيك سايت فيجي يدخل السبستريت ما يعرفش يدخل في المكان المخصص ليه، فتقل الافنت بتاعت الانزيم من السبستريت، فيبقى في الحاله دي حصل لي انهبيشن للتفاعل فبسميه الوستيريك انهبيتور. طيب الالوستيريك انهبيتور ده بقى بيشتغل باربع طرق على حسب الاليه بتاعته، لا اما انا محتاج، احنا قلنا دايما الالوستيريك افكتور ان جنرال لما عرفناه قلنا ممكن يكون برودكت اوف او اند برودكت اوف ذا انزيم كاتالايزد رياكشن، احد نواتج التفاعل، فقال لك هو محتاج البرودكت ده يتراكم عشان يوصل لتركيز معين عشان يقدر يمنع الانزيم، والا لو اي تفاعل بدا والبرودكت بمجرد ما ظهر منع الانزيم التفاعل نفسه هينتهي بسرعه. قال لك لا، ده هو الالوستيريك انهيبيتور ده محتاج ان يكون سنجل برودكت، برودكت واحد بس يتراكم عشان يوصل لانف اماونت يقدر يمنع بيها الانزيم اكتيفيتي، في الحاله دي بسميها كوميوليتيف الالوستيريك انهيبيتور. لا اما قال لك لا، انا محتاج اثنين برودكت او اكتر يتراكموا في نفس الوقت يوصلوا لليفل معين بكميه معينه عشان يقدروا يمنعوا الانزيم اكتيفيتي، في الحاله دي بسميها كونسيرتد الستيريك انهيبيتور. لا اما الستيريك انهيبيتور يشتغل باحدى الطريقتين السابقتين فاسميه كوبراتيف، لا اما ممكن الستيريك انهيبيتور يشتغل على كذا مالتيبل انزيمز ليهم ديفرنت كاتاليتيك اكتيفيتي كلهم يحصل لهم انهيبيشن ب
اسمه ايه ده يحصل لهم انهبيشن بسنجل برودكت فسميها زي مالتيبلستي الستريك انهبيتور. طيب يا ترى قد ايه الانزيم ممكن درجه خصوصيه الانزيم للسبستريت بتاعه؟ هل ممكن الانزيم يمسك في سبستريت واحد ولا 10 سبستريت ولا مليون سبستريت؟ القصه دي بسميها خصوصيه الانزيم للسبستريت او الانزيم سبيسيفيستي. ولو خدناها عن الجاب تتدرج في انزيمات خصوصيتها ضعيفه ممكن تمسك في اي سبستريت او في عدد كبير من السبستريت لغايه ما تتدرج خصوصيه ان يبقى الانزيم بيمسك في وان سبستريت فقط. فلو خدنا اول مثال للانزيم سبيسيفيستي اللي هو اللو سبيسيفيستي اللي هي خصوصيه ضعيفه بيسموها بوند سبيسيفيستي لان الانزيم هنا بيشتغل على السبستريت المتشابهه في الاستراكشر وفيها نفس التايب اوف بوند عشان كده سموها بوند سبيسيفيستي. فور اكزامبل البوند بتاعه الليبيد اللي هو الاستر بوند تلقى الليبيز يكسر كل الليبيد في الاستر بوند، البروتيز يكسر البيبتايد بوند بتاعه كل البروتين، فهديت كانت اللو او البوند سبيسيفيستي. في سبيسيفيستي اعلى سنه اسمها سبيسيفيستي او هو المورك سبيسيفيستي، قال لك دي بيشتغل على ايه؟ بقى يشتغل على السبستريت اللي هي نفس الاستراكشر. يعني نفس الاستراكشر سيميلر استراكشر يعني اما تبع البروتينز على بعضها اما تبع الكربوهيدرات على بعضها اما تبع الليبيد، بس بيشتغل بقى على الجروب السبستريت اللي نفس الاستراكشر وفيها نفس التايب اوف بوند وكمان محاطه بنفس الجروب نفس الكيميكال جروب. فور اكزامبل الامينو بيبتايدز من اسمه بيبتايد يعني بيكسر بيبتايد بوند بتاعه كل البروتين، قال لك لا مش بتاعه كل البروتين بتاعه البوند اللي حواليها امينو جروب عشان كده سميناها امينو بيبتايدز. فكده الخصوصيه زادت سنه. الكربوكس بيبتايدز يكسر لك البيبتايد بوند اللي محاطه بكربوكسيل جروب. طيب تخيلوا النوع الثالث بقى بيجا هاي سبيسيفيستي بيسموه خصوصيه عاليه لان هنا بيشتغل على وان سبستريت وبس. لو تلاحظوا في النوعين السابقين كان بيشتغل على كذا سبستريت لكن هنا بيشتغل على وان سبستريت بس، ودي بتبقى سبيسيفيستي مطلقه بيسموها ابسوليوت او هاي سبيسيفيستي. زي اللاكتيز يشتغل على اللاكتوز وبس. دي الانزيمات اللي بتكسر الداي ساكرايد يا جماعه، السكريز يكسر السكروز وبس، المالتيز يكسر المالتوز وبس. في بقى خصوصيه اعلى خالص بقى اسمها اوبتيكال او ستيريو سبيسيفيستي، تلقى ان هو يشتغل على سبيسيفيك ايزومر اوف ذا سبستريت وما اشتغلش على الاذر ايزومر اوف ذا سبستريت. زي ال امينو اسيد اوكسيديز ياكسد الامينو اسيد لما يبقى في ال فورم بس ما ياكسدوش لما يبقى في الدي فورم، والعكس بقى الدي امينو اسيد اوكسيديز ياكسد الامينو اسيد لما يبقى في الدي فورم وما ياكسدش نفس الامينو اسيد لما يبقى في ال فورم. تقول لي يعني ايه ال ودي فورم؟ هو دي حاجات ليها علاقه بالايزومرزم اللي احنا قلنا ما لكمش ما رضيتش اقولكم لان ليه علاقه بالاستراكشر والاستراكشر مش هتفيدكم. يعني ليه علاقه بترتيب ال ال ودي ليه علاقه بترتيب الذرات حوالين الكربون اتوم في الاستراكشر نفسه. طيب في سبيسيفيستي غريبه جدا سموها خصوصيه ثنائيه، يعني الانزيم ممكن يشتغل على تو ديفرنت سبستريت ويحفز نفس النوع من التفاعل. زي ايه بقى؟ زي انزيم اسمه زانسين اوكسيديز. يعمل ايه زانسين اوكسيديز ده؟ يأكسد الهايبوزانسين لزانسين وبعد كده يأكسد الزانسين ليوريك أسيد. فهو اشتغل على نفس النوع من التفاعل هو اسمه أكسدة الأكسديشن، بس اشتغل على two different substrate زي ما بين قدامكم في التفاعل. مرة اشتغل على هايبوزانسين وده substrate ومرة اشتغل على الزانسين وده substrate آخر مختلف. دي خصوصية ثنائية ان هو اشتغل على اثنين سبستريت بس حفز نفس النوع من التفاعل. تقول لي طب ممكن يشتغل على ذا سيم سبستريت ويحفز تو ديفرنت تايب اوف رياكشن؟ ممكن، وبرده بسميها خصوصيه ثنائيه. زي ايه؟ زي في التفاعل الاسفل الصفحه اللي قدامكم ده الايزوستريت هيدروجينيز بيأكسد يعني بيعمل دي هيدروجينيشن ويشيل كربون دايوكسيد يعمل دي كربوكسيليشن. دول تفاعلين مختلفين على نفس السبستريت اللي هو الايزوستريت عشان يحوله الى الالفا كيتو جلوتاريد. احنا كده خلصنا اول جزء، ودي اربع اسئله هتاخدوا منها سؤال تحلوه في البورتفوليو بتاعكم. دي اسئله كده تدريبيه لو انتوا مركزين معايا شوف اجابه السؤال الاول ده ايه. الانزيمات عباره عن ايه اصلا؟ بروتين. طيب اوكي السؤال الثاني induced fit model اللي هو الفليكسبل ده ايه يقصد بها ايه من الاربع حاجات ديت؟ الثانيه اللي في تشينج بتحصل على السب عشان يحصل بروفيلنج اوف ذا انزيم مع السبستريت. طيب الهولو انزيم ده عباره عن ايه من دول؟
تي أبو إنزيم إي أبو إنزيم وإيه؟ إنهبيتور كو إنزيم والأخيرة؟ كو إنزيم، أنا ما قلتش الإنهبيتور خالص يعني، بيقول الإنهبيتور ده هو، أنا جبت سيرة الإنهبيتور أصلاً احنا قلنا ابو انزيم ومعاه يا اما كو انزيم يا اما كو فاكتور يا اما بروستيتيك جروب، فهو ادى لك اكزامبل هنا على ان الابو انزيم مع الكو انزيم. ماشي، مين من دول يعتبر جروب سبيسيفيك جروب؟ دي الامينو اسيد، دي الامينو اسيد اوكسيديز الامينو جروب سبيسيفيك. ايه كاربوكسي ببتدي كربوكسيبتيدات يا جماعه، عشان ده بيكسر البتيد بوند اللي تحت الكربوكسيل جروب، عشان كده سميناها جروب سبيسيفيستي. كونجوجيتد انزيم يا دكتور معلش، هو اسمه ايه في الكونجوجيتد انزيم؟ هو انزيم ابو انزيم، هو بي وسي ليه غلط يا دكتور؟ ابو انزيم، برافو. نعم بي وسي ليه غلط؟ جروب جروب معناها بي دي اكزامبل على البوند سبيسيفيستي، سي اكزامبل على السبستريت سبيسيفيستي وليس الجروب سبيسيفيستي. شكرا يا دكتور. طيب احنا هنشوف تاني، عفوا بصوا يا جماعه عشان اطمنكم بالنسبه لامتحان الفورماتيف اللي حصل، الناس اللي حلت ومش بتدور على سبميت مش لاقيها والوقت ضاع منها، يعني ظهرت عندي ان هي نوت سبميتد، لكن ظهر لي السكور بتاعها، ظهر لي هو حل قد ايه من الامتحان فخد درجته، فما تقلقوش يعني. اللي حصل معاه كده الامور ماشيه تمام وتسيف القصه يعني، مفيش مشكله خالص. الامتحان انا مش هخليه اكتر من تلت ساعه طبعا، انتوا عشان في ناس بتصور وفي ناس بتفتح كتب، اي نو ذس فيري ويل يعني، بس اللي بيضيع ويهدر وقته ده عبال ما يفتح كتاب وعبال مش عارف ما يصور السؤال ده مع نفسه بقى يشوف ايه، يشوف سكته بعيد عنينا خلاص، عشان بس ايه ما تعصبونيش. الحاجه اللي بعد كده بالنسبه للاي ام كيو، بالنسبة لي اللي هم بكان على الـ AMQ، الـ AMQ ده حلو وسهل كده وأسئلته ظريفة، بمعنى إيه؟ يعني مثلا يعني أجيب لك كده اختيارات A B C D لغاية F مثلا، وليكن مثلا يعني لايبيز، كاربوكسي بيبتايديز، سكريز، الأمينو أسيد أوكسيديز، ايزوستريت هيدروجينيز، وراح اقول لك بقى ايه السؤال رقم 19، ما هو على حسب انا سالك قبل كده كم سؤال ام سي كيو. الستيريوس ان اكزامبل فور ستيريوس سبيسيفيتي اوف ذا انزيم، تروح انت تختار مثلا اللي هو اسمه ايه ده الامينو اسيد اوكسيديز، هو يكون اي او بي او سي على حسب ما اكتب لك ايه في الاختيار. اقول لك رقم 2 ان اكزامبل اوف جروب سبيسيفيتي، تروح تشوف اللي هو مثلا الكربوكسيبتيدز هيكون رقم سي، تروح تكتب رقم سي. ان اكزامبل اوف ديوال سبيسيفيتي، تروح تختار الزنسين اوكسيديز وليكن رقم اف، تروح تقول رقم اف. فاهمين يا جماعه ده كلمه الاي ام كيو اللي هو الاكستندد ماتشنج كويشنز، خلاص. هو شبه الام سي كيو بس هو بطريقه اخرى، يعني زي يعني بيجيب لك مجموعه من الكلمات وتختار كل كلمه مناسبه لانهي وصف كجمله، يعني انا بتكلم عن حاجه يا ترى مين من الكلمات دول اقرب للجمله اللي انا بحكي عنها. فمثلا لما اقول لك ان هو بيستخدم كانتي كواجولانت وان هو بيمنع بيستيميليت لايبروتين لايبز اكتيفيتي، والقى في الاوبشنز اللي عندي هيبارين، اروح اختارها، اروح اقول ده ياخد هيبارين وليكن كانت مثلا جي، اروح اقول الاوبشن رقم جي، خلاص. ده بالنسبه للاي ام كيو.
طيب هو انا تقريبا كده لازم اعمل ستوب